ابو الحسين جنني، هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهرة. العبرة أخذتها من جابر بن عبد الله الأنصاري اللي هو ضرير وطلع من المدينة إلى كربلاء ماشي، وذاك الوقت يعني ماكو هيك خدمات وماكو مواكب، ماكو يعني واحد يستقبلك وهاي، فيعني شلون تأسيت بجابر بن عبد الله الأنصاري. صرت ضرير بال 2003 حادث انفجار، اي راحت عيوني بهاي ال 12 سنة، دائما يعني اخوي يمشي وياي. زين شنو دور اخوك بهاي الرحلة؟ اخوي والله ما اجازي، يعني ايش ما انطي، يعني هو لو عيونه ما اشوفه هنا، بس يقول لك يعني حتى لو انطي ما يعيوني ما اجازي، لان هاي صار 12 سنه. هو صحيح اخوي بس يعني ماكو واحد يتحمل هيك، عنده طاقه تحمل يعني 12 سنه يمشي وياك من البصره اللي هنا. الله يوفقه ان شاء الله، والله يرزقه ان شاء الله بالذريه الصالحه، الله يرزقه الصحه والعافيه. كله في سبيل الله وفي سبيل الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. استثاب من الله سبحانه وتعالى، أريد أخذ أجر، أريد الله يغفر لنا ذنوبنا، أريد الله يعفى عن الأمة الإسلامية كلها، وخاصة هذا مرض كورونا هسه في هاي الأيام. الله إن شاء الله يكفينا شر ويكفينا شر ابن آدم إن شاء الله. لبيك يا ابن الطاهرة.